هاي بنات مع حلول شهر رمضان المبارك كتار من الصبايا بيخسروا الوزن الزايد بس هيدا الشيء اكيد من دون ما يقصدوا اليوم رح اعلمكم كيف تعملوا خلطه طبيعيه للتنحيف بس اكيد لازم تعملوها من بعد الافطار اذا حابين تعرفوا شو هي تابعوني بهيدا الفيديو خلطتنا لليوم تتالف من الزنجبيل والحامض انا اليوم استعملت زنجبيل بودره بس اكيد انتو اذا عندكم زنجبيل طبيعي بيكون افضل لازم تنقعوه بالحامض وتتركوه لمده 24 ساعه من بعدها بتجيبوا الخلطه وبتحطوها على المناطق يلي حابين تضعفوها بس اكيد هذا كله لازم تعملوه من بعد الافطار لهيدي الخلطه نحنا بحاجه ل ملعقه كبيره من الحامض وملعقه كبيره من الزنجبيل المطحون نحط الحامض فوق الزنجبيل ونحرك اما السر يلي رح يساعدكم انه تنحفوا اسرع فهو انه تحطوا هيدي الخلطه ومن بعدها تعملوا شويه رياضه لانه هيدا الشيء رح يسرع عمليه حرق الدهون المتراكمه بالبطن او المناطق الثانيه أكيد هيدي الخلطة فيكن تعملوها من بعد مرور شهر رمضان المبارك لأنه في كتار من الأشخاص ما بيحبوا يتبعوا هول الخلطات بهيدا الشهر هيدي كانت خلطتنا لليوم إذا عندكن أي سؤال اكتبوا لي بخانة التعليقات ما تنسوا كمان تتواصلوا معي على فيسبوك تويتر وإنستغرام وأكيد تعملوا سبسكرايب لقناة دنيتي تتحضروا كل باقي الفيديوز بشوفكم بفيديو جديد باي